يا صباح الورد، صباح الحب، صباح السعادة حبايب. إن شاء الله بقى معاكم اليوم وصفة الدجاج المشوي بطريقة تحفة، فعلا تحفة، والتتبيلة خيال، ولا من غير فحم ولا حاجة. هنعمله بطريقة مميزة وكأنك بتاكليه على الفحم. تابعوا الفيديو وشوفوا التتبيلة والخلطة وطريقة الشوي السهلة. مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة حبايب. إن شاء الله بعمل معاكم اليوم دجاج مشوي، مشوي في الفرن، تمام؟ بس هنعمله بطريقة كأنك بتاكلي دجاج مشوي على الفحم، بطريقة تحفة وجميلة وبتتبيلة فعلا مميزة. طيب مبدئيا أنا عندي الخلطة بتاعت التوابل، هعتبر التوابل عندي إيه؟ عندي فلفل أسود، عندي ملح، عندي كركم، عندي كمون، عندي بهارات مشكل، وعندي جنزبيل سواء كان فريش بشره مع ثوم او باودر عادي كيفك، وعندي سماق، عندي زعتر اللي هو الاورجانو، يا اما الاورجانو العريض دي او الاورجانو بتاع البيتزا اللي هو الناعم، وعندي كركم، وعندي ريحان. اوكي، فروع ريحان يعني افركها بايدي اطحنها، وعلبتين روب عشان انا هعمل دجاجتين، على كل دجاجه هتحطي علبه واحده، ونص علبه حليب، وليمون حوالي ليمونتين كبار عصير ليمون، ومعلقتين كبار عسل اسود، او تقدري تبدليه بعسل ابيض كيفك اللي انت حابه تبدليه بدليه، والزيت شويه هكذا. خليها واحده عشان اطلعها معاكم، والثانيه هوريها لكم من قريب. مسكت الصدر وعاملاه بالطريقه دي، مفتحاه من الصوبين، والفخذ دي برضو نفس الطريقه كده. انت لو مش هتعرفي تعمليها وانت بتشتري الدجاج قولي للراجل قطعهولي، قطعهولي من البطن وقطعهولي تقطيعة الشوي. بتجيبيها من عند الفخذ اهو، تاخدي الفخذ كده ايه، تفتحيها كده علشان تبقى مستويه والتتبيله واصله للعظم وتكون حلوه. ومن العرض ده برضو من الفخذ العريض كده تفتحيها، سواء كان بقى الفخذات الكبيره تفتحيها 3 4 على حسب حجمها. انا بحب الحجم ده جدا في الشوي، اللي هي تكون كيلو 100 كيلو 200 بس، ما تكونش اكبر من كده. طب والصدر كمان هتجيبي كده وتفتحيه خالص. لو عايزه تشيلي منه العظم هتشيلي العظم من القفص من هنا، هتجيبيها كده بكده عملتيها معاكم بالقناه، تمام؟ بس كده. انتوا عارفين الاغلبيه بره بيكون متلج، واحنا ما بناكلش غير دجاج فريش عشان كمان الوالده الله يخليها. اوكي تمام. دلوقتي انا بحط البولة علبتين الروب، كمان احط معلقة من كل انواع البهارات قلنا عليها، كركم، ريحان، ملح، بهارات الشوكولا، الجنزبيل، الفلفل الاسود، واحط ربع علبة من الحليب، ومعلقة كبيرة من معجون الطماط، وحوالي ليمونتين كبار، وكفتين من العسل الاسود. وهبدأ ان انا اقلب الخلطة بالكامل مع معلقة واحدة من الزيت، الزيتون او الزيت عادي، تمام؟ وبعد كده تبدأ ان انت تتبلي بالكامل، وحاولي ان انت تغرسي بالعظم جوا وبين الجلد وبين اللحم، بحيث ان التتبيلة تكون واصلة ليها بالكامل، وخليها بقى منقوعة لمدة ساعتين اقل حاجة، او اذا انت تعمليها بالليل والصبح على طول تشويها، تمام؟ كل ما بتبقى بالتتبيله بتكون افضل بكتير. طيب تمام، هنيجي بقى عشان نشوي، هناخد شويه زيت على الجهه، تمام؟ وهتجيب الصلصه بتاعتك اللي هي وتحتها الصينيه بتاعتها، وهتتبلها يعني هتديني زيت على الصدر الكامل، عادي بقى تخليهم صاص، تفتحيهم صاص كيفك، عادي تخليهم كده اهي، شايفين غرقة تتبيلة ازاي، بس كده افتحيهم خالص بحيث ان هي تتشوي وتكون شربة تتبيلة حلوة عليها. وناخد التتبيلة بتاعتنا اهي، تغرقيها تمام. ودلوقتي دخلناها الفرن، بتحطيها اخر حاجة من تحت، شغل الشوايه من فوق ومن تحت، وبتخليها بتاخد مده حوالي ساعه، وبتستوي جدا وبتبقى تحفه.
بعد كده هنولع فحمة، وأول ما هي ما تتشوي خالص هندخل الفحمة ونسكر عليها بالتسبير ونقفل الفرن تمام. ايه رأيكم؟ شايفين الجمال اتشوت وبقت رهيبة. يلا خلونا بقى نحط عليها الفحم دقيقة واحدة. طيب هنبدأ ان احنا بقى ناخد الفحمة بتاعتنا معانا السريع. بصوا ننزلها هنا ونغطي القصديرة ونقفل الفرن تمام، مثلا عشان عايزة انجز تمام كده، بحيث ان هي بصوا هتبخر الفرن بالكامل وتديكي ريحة الشوي حقيقي رهيبة 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 الطريقة ديت. يا عيني يا عيني يا عيني، عندي دلوقتي البصل مقطعها سلايس، احط عليه شوية سماق وكمان باص ملح، هنحطه بالصحون بتاعتنا. حط رشي عليها بقى كمون ملح توابلك اللي بتحبيها. اوكي ندعب دي يحب الكاتشب. وين 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 وين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشوي بطاطا عشان بحبها مشوية مع الأكل. شوفوا شوفوا الحالة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم؟ ها كأن جايباها من مطعم ولا لا؟ من مطعم ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احلى من المطعم على الاقل، شيء نظيف وبيتك وانتم عارفين ان هو نظيف ودجاج فريش مش مجمد وبس. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش لايك سبسكرايب شير، وعملنا كمان مع الطماطم مع البصل والليمون والثوم وبس. ده كده يعتبر غدانا البسيط سهل وسريع وما فيش، وقت بسيط جدا عملناه. لايك 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 لايك.